أتمنى لك سفرا سعيدا، وانتبه إلى جمرة من الأمور المالية التي تعينك على سفر سعيد بإذن الله عز وجل. أولا، قم بتحويل العملة مبكرا، لا تنتظر إلى آخر لحظة، فربما لا تجد كمية النقود التي تريدها، أو ستجدها ولكن بنسبة تحويل مرتفعة. كذلك احرص على أن لا تقوم بالتحويل في المطار إلا مضطرا، فإن النسبة هناك تكون مرتفعة. الأمر الثالث، لا تذهب وأنت تعتمد على طريقة واحدة للدفع، ليكون معك نقود وليكون معك بطاقة ائتمانية. الأمر المهم أيضا أن تخبر البنك أنك ستذهب إلى ذلك البلد. وختاما، حينما تقوم بالدفع هناك ادفع بالعملة المحلية في البلد الذي ستذهب إليه، وعودا حميدا بإذن الله.